السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله يا جماعه بخير. والنهارده عندنا مجموعه من الاخبار والتسريبات الحماسيه جدا اللي ظهرت على الساحه الايام اللي فاتت، حبيت اتكلم معاكم فيها. النهارده نتكلم على تسريبات كده من جوجل بتقول ان في ميزه خطيره جدا ممكن تضاف لموبايلك قريبا. نتكلم كمان على اخبار من واوي سلاش اونر، في كده اخبار مشتركه شويه بين الاثنين. نتكلم كمان على اخبار وتسريبات من ابل، واكيد لازم نتكلم على تسريبات اللي عماله تظهر عن خطه سامسونج للسيطره في السوق، وانها تعمل رجوع كده شرسه. اوريدي مش بعيده، ولكن عايز تعمل كده هجمه شرسه على السوق بشكل مختلف جدا. متحمس جدا اكيد اتكلم معاكم في هذه المواضيع. واكيد قبل ما نبدا ما تنسوش لايك العنيف، يا ريت تشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان تعرفوا الاخبار الجديده اول باول. اوكي، خلينا نبدا الاول مع جوجل. واكيد ملاحظين الفتره اللي فاتت في انتشار الموجه من التراكرز، شفنا طبعا الاير تاج بتاعت ابل، السمارت تاج من سامسونج قبليها، والموضوع عمال يزيد ويسخن. كل الشركات دلوقتي بتحاول تحط الشيب بتاعت الالترا وايد باند عشان تستخدمها مع حاجات زي التراكرز، مع العربيات وما الى ذلك. ولكن الميزه الاساسيه الموجوده في شبكه فايند ماي الخاصه بابل هي انتشار اجهزه اي او اس، اجهزه ابل عامه، واللي كلها بتساعد بعضيها عشان تلاقي جهازك الضايع او تلاقي الاير تاج او تلاقي اي حاجه تانية. الميزه دي على فكره كمان قوتها زادت مع اي او اس 15، عشان دلوقتي تقدر فعليا تلاقي ايفونك حتى لو مقفول، حتى لو معمول له فورمات اساسا، حتى لو معمول له ريسيت، ودي حاجه غريبه جدا لسه مش عارف تشتغل ازاي لحد دلوقتي، تقدر تلاقيه من اي جهاز تاني او من لابتوبك وما الى ذلك. وجوجل واضح انها غيرانه الموضوع، بتقول اشمعنى احنا؟ اذا ابل عندها مجموعه كبيره من الاجهزه الموجوده اللي ممكن تساعد بعضها انها تلاقي جهاز شخص تاني ضايع، فأجهزة اندرويد اكيد اكتر. اندرويد عندهم حوالي 3 مليار جهاز موجودين حول العالم، وده اللي بتحاول فعليا جوجل تستغله دلوقتي. في معلومات بتقول ان جوجل شغاله على خدمه فايند ماي ديفايس، اوريدي موجوده، ولكن لازم يكون عندك داتا، لازم يكون التليفون شغال. دلوقتي بقى بتحاول تلاقي حلول ان هي تستخدم موبايلات الناس التانيين لاندرويد او اجهزه اندرويد عامه، بحيث تقدر تساعدك انك تلاقي جهازك انت. دي حاجه ممتازه جدا. شبكه فايند ماي ديفايس الموجوده دلوقتي بتاع جوجل بتشتغل كويس، ولكن بتعتمد على اجهزتك انت لوحدك، مش بتدور عليها مع اجهزه اندرويد التانيين. دلوقتي الاوبشن ده هيشتغل غالبا قريب بخدمه تحت مسمى حاليا سبوت، عشان تلاقي جهازك بالظبط فين بمساعده كل اجهزه اندرويد في العالم. الموضوع ده يمكن نشوفه رسميا مع اندرويد 12 لما ينزل رسميا اواخر السنه ان شاء الله. وعلى فكره جوجل اوريدي بتعمل حاجه شبه دي، الموضوع مش مستحيل، في خدمه للتعرف على الزلازل جوجل عاملاها برضو عن طريق انها تشغل كل اجهزه اندرويد مع بعضيها واستخدام السنسورز الموجوده في موبايلك زي الاكسلرومتر والبارومتر والحاجات دي كلها، وانت بتحسش بالموضوع ده، ولكن جوجل بتجمع داتا عن الزلازل في اماكن معينه اللي فيها زلازل طبعا، وبتعرف الناس ان في زلزال ممكن يجي او ما الى ذلك. فحاجه زي دي ممكن تستخدم برضو في انها تلاقي اجهزتك وما الى ذلك. اوكي، خلينا نحكي دلوقتي على اونر. بقالي كتير جدا ما اتكلمتش على شركه اونر، مش فاكر اصلا اخر مره امتى. وشركه اونر عارفين طبعا انها كانت جزء من شركه واوي، واتباعت بعد كده عشان تهرب من موضوع الحظر الامريكي، وفعليا هي المفروض انها بره موضوع الحظر الامريكي، وكان لسه مفيش كونفيرميشن رسمي ان في موبايلات فعليا بتشتغل مع خدمات جوجل من اونر لحد دلوقتي. دلوقتي عندنا الاعلان الرسمي عن اجهزه اونر 50 واللي بتشتغل اخيرا مع كل خدمات جوجل رسميا. اجهزه اونر 50 تم الاعلان عنها رسميا في الصين، وهنتكلم على التصميم بعد شويه، ولكن كمواصفات الموبايلات يعتبر كويسه كابر ميد رينج. عندك شاشه 120 هرتز، بطاريات معديه ل 4000 ملي امبير، وبروسيسورز من نوع كوالكوم سناب دراجون 778 جي. الاونر 50 برو كمان في شحن سريع 100 وات، فحاجات لطيفه جدا. بس طبعا الهدف يعني الميزه الاساسيه ان الموبايلات دي نازله بخدمات جوجل رسميا وقانونيا وشرعيا وكل حاجه، فتقدر تستخدمها عادي جدا. الغريب بقى في الموضوع، نرجع للكاميرات بقى، نكمل مع مواصفات كاميرات البرو. في كاميرا 100 ميجا بكسل مع مجموعه كاميرات تانية، بس بعيد عن مواصفات الكاميرا نفسها، بص على شكل الكاميرا، ركز كده في منظر الدايرتين الكبار اللي فوق بعض اللي جواهم دوائر تانيين. مش بيفكرك ده بال بي 50 اللي واوي اعلنت عنه من فتره؟ هي مش اعلنت عنه رسميا، هي نزلت زي صوره كده تشويقيه، حته كده فيديو يعرفك ان احنا شغالين على البي 50 وهينزل في ميعاد ما لسه مش عارفينه امتى. المنظر بين الاثنين قريب جدا جدا، دي كانت حاجه بتحصل قبل كده ايام ما كانوا اونر واوي تبع بعض. الموضوع دلوقتي غريب انه بيحصل، يعني المنطقي يعني السبب المنطقي في الموضوع ده ان ممكن كانوا شركتين شغالين على تطوير الموبايلات دي ايام ما كانوا لسه مع بعض، وعشان الحاجات دي بتاخد فتره، وبعد كده لما انفصلوا كل واحده كملت مع التصميم بتاعها.
مش عارف، ولكن التشابه غريب جدا. أيًا كان، أنا سعيد برجوع أونر لخدمات جوجل رسميًا، وطبعًا هواوي خلاص سابت موضوع جوجل تمامًا وشغالة مع هارموني أو إس دلوقتي، ومستني برضه نشوف البي 50 اللي هينزل أكيد مع هارموني أو إس في وقت ما يمكن هذه السنة. بس في إشاعات دلوقتي بتقول كمان إن إحنا مش هنشوف ميت 50 السنة دي من هواوي. سلسلة الميت سلسلة رهيبة بصراحة، الميت 40 والميت 30 بلي من الأجهزة الخطيرة جدًا وبتقدم حاجات جديدة فعلًا في السوق. وانا حزين بخبر ان احتمال ما نشوفش ميت 50، ولكن ده متفهم نتيجه ان هواوي عندها مشاكل في توفير القطع اللازمه لتصنيع البروسيسورز والمكونات الداخليه نتيجه وجود الحظر الامريكي، ونتيجه كمان ان اساسا حتى الشركات المسموح لها تشتري قطع ما فيش قطع متوفره في العالم كله دلوقتي، ويا دوبك الشركه ممكن تجمع الاجزاء الكافيه انها تصنع سلسله البي 50 السنه دي. على العموم الموضوع ما زال تسريبات وهنشوف هيحصل ايه الفتره اللي جايه. وقبل ما نسيب اونر، على فكره في تسريبات كمان ان موبايلهم بقى اللي جاي الاساسي بعد الاونر 50 هيكون الماجيك الجديد. اونر عندهم سلسله اسمها ماجيك، موبايلات بقى سلايدنج وحركات كده، ويقال ان في شهر اغسطس هيعلنوا عن الجيل الجديد من الماجيك بتاعهم، وطبعا برده مع خدمات جوجل اكيد. اوكي، خلينا نحاول على اخبار غريبه كده من شركه ون بلس. في عك غريب كده حصل مؤخرا الشركه بتقول، السي او بتاع شركه ون بلس بيقول ان هيحصل تداخل اقوى ما بين ون بلس وما بين اوبو اللي هي تعتبر الشركه الاخت لشركه ون بلس. تعرفين طبعا اوبو ريلمي ون بلس كلهم تحت شركه بي بي كي الشركه الكبيره، وفيفو طبعا. هو اوريدي اكيد احنا ملاحظين ان في تداخل من زمان ما بين اوبو وون بلس، الموبايلات اللي بتنزل من هنا بينزل من هنا نسخه مثلا ارخص شويه، الشواحن اللي بتوصل هنا بتلاقيها بتنتقل لاوبو بعد شويه، حاجات زي كده. ولكن دلوقتي التداخل هيكون فعلا اقوى. يعني في الصين نزل قرار، مش قرار يعني، الشركه قررت انها هتستخدم في موبايلات ون بلس هتنزل في الصين بدل ما بتستخدم اسمه هيدروجين او اس هتستخدم مكانه كالر او اس بتاع اوبو، السكين بتاع اوبو الرسمي. طبعا واحده من عناصر الجذب الاساسيه لشركه ون بلس كان جانب السوفت وير، السكين بتاعهم يعتبر محبوب جدا من فئه كبيره من الناس، خفيف مظبوط كاستمايزيشن كويس جدا وبيجيب الابديتس باسرع ما يمكن، دي كانت ميزه اساسيه في اوكسجين او اس. وون بلس طمنت الناس قالت اي موبايلات من ون بلس هتنزل بره الصين هتنزل مع اوكسجين او اس زي ما هي من غير اي مشاكل. الكلام كان ماشي كويس، ولكن فجأة اتسرب زي ميمو كده داخليا، جواب داخلي جوه شركة ون بلس. الشركة بتقول الموظفين بتوعها لو أي حد سألكم على نظم التشغيل والسكنز ومعرفش إيه قولوا إن ما عندناش أي معلومات ومفيش أي تفاصيل حاليا ومفيش أي أبديتس. طب ليه إذا هما مقررين إن أكسجين هنا وكالر أويس هنا؟ مش عارف، بس في قلق ممكن يحصل بعد فترة في موضوع ان ممكن ما نشوفش اكسجين اس بعد كده ونشوف كالر او اس ينتشر على كل اجهزه ون بلس ويحصل تداخل اقوى كمان في جانب الهاردوير. هنشوف، لكن الموضوع غريب دلوقتي. الناس اللي متابعه، انا من كذا سنه كنت رحت لزياره لشركه مقر شركه اوبو في الصين واتفرجت على المكان هناك والتشغيل وتركيبه وما اعرفش ايه، وكنت منبهر جدا اكيد. لكن الملحوظه برضه اللي شفتها ان شركه، سالت على ون بلس انا والجروب اللي معايا قالوا لنا ان ون بلس في الدور اللي فوقيهم، يعني في نفس المبنى بس موجودة فوقيهم، فالتداخل يعتبر منطقي جدا بين الشركتين. مهواش كل واحدة تحت إدارة مستقلة، لكن في نفس الوقت برضه هما كلهم تحت مظلة واحدة. فاكرين من فترة كنت حكيت لكم على موبايل غريب كده من شركة شارب اسمه R6، كان فيه أرقام كده خيالية جدا. أوكي، تذكر بقى الموبايل ده، خليني أحكي لكم على موبايل جديد من شركة لايكا. عارفين لايكا اللي بتعمل تعاون ما بين هواوي وما إلى ذلك؟ لايكا دلوقتي بقى اللي كانت عاملة برضه تعاون مع شارب على فكرة. لايك دلوقتي عاملين موبايل خاص بيهم هما، لايك طبعا شركة كاميرات معروفة جدا، عاملين موبايل اسمه ليتس حاجة زي كده، وده أول موبايل من الشركة، وتقدر تعتبره الشارب الآر 6 في ديزاين مختلف. ليتس فون 1، موبايل شكله شيك بصراحة، بيفكرني طبعا بسلسلة الميت شوية مع الظهر اللي فيه كاميرا دائرية كبيرة، وكاميرا دائرية هي كاميرا واحدة زي ما شفنا برضه في الشارب، دي كاميرا وحيدة بس ما استهونش بيها، الكاميرا دي 20 ميجا بكسل بتيجي مع سنسور 1 انش، نفس اللي شفناه في الشارب، 1 انش سنسور، ده يعتبر تاني موبايل بس هو نفس السنسور اللي شفناه في الشارب قبل كده. الحاجة المميزة جدا التانية في الموبايل ده هي الشاشة، نفس برضه الشاشة اللي كانت في الشارب، 6.6 انش اكزو اوليد، والشاشة دي الريفريش بتاعها 240 هرتز ادابتيف 240. انا نفسي اجرب الموضوع ده، 240 يعني ضعف ال 120 يا جماعه، هيكون احساس غريب اكيد. بقيه المواصفات ستاندرد فلاج شيب سناب دراجون 380، 12 رام، ذاكره داخليه كتير اكيد. وفي حاجه غريبه كمان في الديزاين هنا ان في لينس كاب، يعني غطا كده للكاميرا بتركبه على ظهر الموبايل زي الكاميرات بقى البروفيشنال وما اعرفش ايه، مكتوب عليه لايكا وشكله ميتال كده.
حركه كول، بس يعني مين اللي هيغطي كاميرا الموبايل؟ فكره الموبايل انك تطلع من جيبك وتصور بسرعه. المهم الموبايل متوفر بس في اليابان اساسا عشان ما نشغلش بالنا بيه اساسا دلوقتي. اوكي نحاول دلوقتي بقى على سامسونج، وسامسونج زي ما قلنا بتحضر المؤتمر جاي في اغسطس، ويقال ان بدا الانتاج الرسمي فعليا لاجهزه زي الفليب 3 والزي فولد 3. الحاجات دي فعليا تحت الانتاج وسامسونج شغال عليهم. حتى كمان من كام يوم كان وقف فعليا مبيعات الزي فولد 2 على الموقع بتاع سامسونج، وناس بقى قالت خلاص ده ديسكونتينيود عشان الجديد جاي وبتاع، طلعت غلطه في الموقع ورجع يتباع تاني مفيش مشكله. بس سيبك من الموبايلات دي، في بقى شغل اقوى بكتير من سامسونج في الخلفيه دلوقتي. في تحضيرات من سامسونج فعليا لحركه ميجر وكبيره جدا. اوريدي في المؤتمر بتاع اي ام دي اللي فات لو فاكرين، اعلنوا ان هم شغالين مع سامسونج عشان ينزلوا تكنولوجيا الار دي ان اي، كروت الشاشه بتاعت اي ام دي هتكون موجوده في موبايلات سامسونج بعد كده، وتشوف ري تريسنج وتشوف فاريبل شيدنج وحاجات خطيره كده. كل الكلام ده مستنينه. بس حركه كمان اقوى من سامسونج شخصيا، تسريبات ظهرت مؤخرا بتقول ان سامسونج خطفت مهندس من شركه ابل من اللي كانوا شغالين على الام 1، خطفته يعني قصدي شغلته عندها يعني مش خطفته رسميا، وخطفين كمان مهندسين تانيين من شركه اي ام دي وشغالينهم كده في مختبر في مكان ما خفي عشان يصنعوا تشيبات جديده خاصه بسامسونج. زي ما شفنا ام 1 من ابل، سامسونج عايز تعمل تشيبات خاصه بيها مش من ار. الناس اللي متابعه الموضوع شويه، اوريدي سامسونج كانت بتعمل الحركه دي قبل كده، كان ليها كاستم ديزاين، كان بتعمل الكورز بتاعها كان اسمها مونجوس، ولكن وقفت انتاج الكورز بتاعتها الخاصه دي من تصميم شركه سامسونج نفسها، واتجهت انها تاخد الكورز المتوفره من شركه ارم اللي هي كورتكس اكس وكورتكس اكس 1 والحاجات دي اللي هي شغاله بيها حاليا. ولكن سامسونج بتقول ان هي مش عاجبها الكورتكس وعايزه حاجه اقوى، او مش بتقول يعني ده اللي ظاهر حاليا في التسريبات، وعشان كده جايب المهندسين دول عشان يصنعوا او يصمموا تصميم للبروسيسور نفسه من تحت مسمى سامسونج فعليا. انا مش عارف هل في ارتباط ما بين الموضوع ده وموضوع ان سامسونج شغاله مع جوجل عشان تعمل شيب خاصه بيها، الكود نيم بتاعها وايت شابل، هتنزل في اجهزه البيكسل القادمه، هل دي من ضمن ديزاين سامسونج ولا دي حاجه تانية؟ لسه مش عارفين، لكن في شغل في الخلفيه قوي في هذا الجانب. ويقال ان المهندس الخاص بتاع ابل ده بيقول بيشترط ان هو عايز تيم خاص بيه، ويقول ده واحد من التقال جدا اللي كانوا موجودين في شركه ابل، ومش عارف هو مين بالظبط بصراحه، ولكن عايز تيم خاص بيه عشان يبدا يصمم الكور ده. ومش سامسونج لوحديها اللي عايزه تعمل ديزاين خاص بيها بعيدا عن ارم، شركه كوالكوم كمان. كل الشركات على فكره بتعتمد على ديزاين من ارم، ويمكن بعد ما ارم اتباعت لانفيديا ولسه في يعني الاجراءات التكمله البيع، يمكن حسوا بخطر بقلق هيكون في سيطره من فيديو بشكل ما. كوالكوم على فكره كمان يمكن تكون اقرب انها تطلع او تنتج بروسيسور من تصميمها هي شخصيا. طبعا كوالكوم برضه بتعتمد على ارم، ولكن بتصنع معالجات، يعني معالجات سناب دراجون كلها اللي انت عارفها دي بتعتمد على ارم كتصميم الكورز نفسها. لكن شركه كوالكوم اشترت شركه اسمها نوفيا، والشركه دي كان مؤسسها اساسا واحد كان شغال في ابل برضو على البروسيسور الام 1 والاي 14 قبل كده، وكوالكوم استحوذت عليها وشغاله المهندس ده برضو عشان يعمل ديزاين كورز خاصه بشركه كوالكوم بعيدا بقى عن السناب دراجون، تطلع سلسله جديده خالص مش من تحت تصميمات ARM. الموضوع يبدو معقد شويه، ولكن اللي محتاج تركز عليه والخطوه اللي انا شايفها حماسيه جدا لسامسونج انها بتعمل ديزاينز لكورز خاصه بيها وبروسيسور خاص بيها مش اكسينوس. اكسينوس برضو بيعتمد على ARM، ده هيعتمد على حاجه تانية غير ARM من تصميم سامسونج نفسها. والحاجه التانية ان هي بتشتغل مع AMD عشان تعمل كمان كروت شاشه خطيره جدا ما شفناش زيها قبل كده للموبايلات. اذا اجتمعوا بقى الحاجتين دول، كورز خاصه بسامسونج، كروت شاشه جي بي يوز جايه من AMD، اكيد هنشوف طفره كبيره من سامسونج، هنشوف نقله خطيره جدا تميزها عن اي حاجات كوالكوم، ويمكن تنافس حاجات ام 1. انا متحمس جدا لهذه الفتره، سامسونج بتعمل، كوالكوم بتعمل، جوجل بتعمل، في زقه خطيره جدا في هذا الجانب دلوقتي. ايا كان ان شاء الله اول ما يكون عندي تطورات عن هذا الموضوع هكلمكم عليها اول باول. وبس هنكتفي بهذا القدر من الاخبار النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك العنيف، تشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان تعرفوا الفيديوهات الجديده اول باول، كمان تابعوني على انستغرام فيسبوك تويتر او تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.